أكتب للصغار، للعرب الصغار حيث يوجدون، لهم على اختلاف اللون والأعمار والعيون. أكتب للذين سوف يولدون، أكتب للصغار قصة بئر السبع واللطرون والجليل وأختي القتيل. هناك في بيارة الليمون أختي القتيل، هل يذكر الليمون في الرملة وفي اللد وفي الخليل؟ أختي التي علقها اليهود في الأصيل من شعرها الطويل. أختي أنا نوار، أختي أنا الهتيكة الإزار على ربى الرملة والجليل. أختي التي ما زال جرحها الطليل ما زال بانتظار نهار ثأر واحد، نهار ثأر واحد، نهار ثار على يد الصغار، جيل فدائي من الصغار يعرف عن نوار وشعرها الطويل وقبرها الضائع في القفار أكثر أكثر مما يعرف الكبار. أكتب أكتب للصغار. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.